تعد لعبة البريدج من أشهر أنواع ألعاب التفكير في العالم، والتي تعتمد على الذكاء والتخطيط والحسابات الرياضية. تمارس اللعبة بعدة أنظمة، أكثرها شيوعا في مصر النظام الزوجي. في الدورة 16 انطلقت بطولة كأس مصر للبريدج المقامة بنادي الجزيرة، ويتنافس بها 11 ناديا. وتعد لعبة البريدج احدى اللعبات الورقية الذهنية التي تصنف ضمن العاب الذكاء لمن يجيدون التفكير المنطقي والاحصاء. البطولة دي مشترك فيها حوالي 16 فريق، اللي هي بطولة كأس مصر. في اندية داخلة باكتر من فريق، زي مثلا نادي الجزيرة او نادي الزهور او النادي الاهلي. فكل الانديه الكبيره يعني، او كل الانديه المسجله في الاتحاد، بتشترك باكتر من فريق. وهنحاول ندخل اللعبه بتاعه البريدج ديت في المدارس والجامعات، وهنناقش الكلام دوت يعني، او هنبدا نعرض الكلام دوت في خلال المده اللي جايه ديت. البطوله اللي احنا بنلعبها اليومين دول الويكند ده هي بطوله كاس مصر. وبطوله كاس مصر بتنظم زي اي كاس، يعني انه في 8 نوادي بيمثلها بتاع 16 فريق، بيلعبوا النهارده في 4 مجاميع. هيطلع منهم الاول والثاني في كل مجموعه، والاسبوع اللي جاي هيلعبوا دور الثمانيه، واللي بعديه دور الاربعه السيمي فاينل، وبعد كده الدور النهائي علشان الفائز يفوز بكاس مصر. تمارس لعبة البريدج بعدة أنظمة، ولكن أكثر الأنظمة ممارسة في مصر هما النظام الزوجي الذي يتكون فريقه من لاعبين فقط، والنظام الرباعي ويكون عدد اللاعبين بالفريق 4. الفرقة بيبقى قوامها 8 لعيبة ل10 لعيبة. الماتش بيلعب 4 بس في بطولات الدوري والكاس، تبقى بطولة رباعية. النهاردة أول يوم في بطولة الكاس، فكل ماتش بيلعب 4، بنغير مع بعض كل ماتش. والناس فاكره ان هي لعبه كوتشينه، لا، دي لعبه عايزه دراسه كبيره جدا، وليها كتب ومجلدات كتيره، ولعبه تعتمد على الذكاء وتدريب مستمر ودراسه، ما هياش سهله. في مصر طبعا ابتدت اللعبه من حوالي 15 سنه، تنتشر جامد، و قدرت مصر تكسب بطولة افريقيا يمكن في اخر 15 او اخر 20 سنة حوالي 15 مرة. فطبعا بتدي اسم كويس للبلد. لعبة البريدج هي احدى اللعبات التي تعتمد بالدرجة الاولى على التركيز، ولا ترتبط بفئة عمرية، ويرجع تاريخها في مصر الى ثلاثينيات القرن الماضي، وتلعب فيما يتجاوز 150 دولة حول العالم.